المشكلة إنه إحنا ظروف البلد صعبة، ما في شغل بلبنان، ما في مستقبل، فبحس حالي فعلاً بسجن. كان عم بيقولوا يا ريت نعمل شيء له علاقة بالطبيخ. بدي كل شيء طيب عندي. A group of amazing women have started their own catering company in Birsit Barajni refugee camp in Lebanon. We're launching this Kickstarter campaign to buy a food truck. A project such as Miriam's improve our local community. بتحسي بحالك أكثر، بتحسي بقيمتك أكثر، إنك أنت عم تعطي أكثر. أول ما ولا مرة أنا طالعة سواقة، متخيلة بهالوقت أنا بدي أتعلم السواقة. تفضل. التجربة هي بتعطي للواحد أمل لقدام. احنا قدمنا كل اوراقنا على النافع محل ما بتتسجل التراك، بس لازم يمضيها وزير الدخل. There are a lot of obstacles, regulations and laws regarding these people. It's unjust for them. هناك تشديد على اعطاء رخص العمل لغير اللبنانيين. وجبت لك انا كل الاوراق التفاوتر لك اياها من عندي، بده يكون عندك معك رخصه تقدر تعطيك اياها. بضل الواحد قلقان. هول الستات متكلين على هالشيء. كل لاجئ بحالة حلم، دائما بيحلموا بالحياة الأفضل. For them there is no plan B. Plan B is repeat plan A until it works out. حس إنه إحنا عم نعطي صرنا طاقة إيجابية لحدا تاني غيرنا. بالنسبة بتقدر تجرب كل شيء، بتقدر تشتغل بأي شيء، وهلأ بالعصر اللي إحنا فيه كل شيء عم تشتغل المرأة. She's giving these people hope. الإنسان لازم يكون شوي جريء وشجاع إنه يجرب. نأمل أن تكون الحياة أفضل في المستقبل.